انا اجيك من الله انتي عينك خايبه فين ما كنقول لك شي حاجه ما كتسمعش حسيت بالشمت عمل الخر ما كنتش عليكم بقلبك هادشي كيعبر على الخر درتو نتوما سالينا بلا ما دوشوا مرضيه فراس زعمي مرحبا بكم معنا فيديو جديد كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اليوم غادي ندير لكم واحد برانك خطير 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 غنديروه في سلمى المهم دابا حنايا غادي نخرجين فهمتوا سلمى غادي تجي معنا حنا غادي نخرجين ولكن قلنا قبل ما نخرجوا نشدوها شويه سلمى ما نشدوهاش ولكن غادي تاثر شويه ممكن قبل ما نخرجوا نشدوها نديروا لها البرانك وصافي حنايا هاد العام بثلاثه خلينا الباك دابا شنو غادي نقولوا لها غادي نقولوا لها باللي الحمد لله اكتشفوا ولا عليه غادي نقولوا لها بلي انا وفاتي غنمشيو نكملوا قرايتنا في لاسبان هي ديجا سامعانا كنهضروا في هذا الموضوع ولكن ما مكناش متاكدين من حتى شي حاجه دابا غادي ناكدوا عليها نقولها صافي نقولها طلعت لنا الفيزا ياك انا صدقني نقول لها طلعت لنا الفيزا وغادي نقول لها خبينا عليك ما بغيناش نقولوا لها لك باش ما تحسديناش نقول لها باش ما تحسديناش اطلبوا تريش المهم خليكم معنا باش تشوفوا هذا البرانك وما تنساوش تخليو لنا لايك وسبسكرايب المهم حنا دابا غادي نخبيو الكاميرا في شي بلاصه الستريس ما عرفتش علاش غادي نخبيو دابا في شي بلاصه هي قربت تجي دابا شويه غادي تجي شوف واش مزيان زياني شوف حاولي تخليها تجلس هنا لا عادي حاولي تخليها تجلس هنا صافي المهم حنا دابا كنتسناو في سلمى باقا ما جات تعطلات هي غاتجي دابا شويه المهم هي سلمى صلات لتحت حنا قلنا لحنا باقي ما واجدينش غير طلعي يا رب ما يزلقش لينا من اللي يكون كان هضروا معاه ايش نقول لك عندك هذا الشيء يطيح صافي 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 بس رح لي الباب عشان مبروك عليك حبيبه بعدا مبروك عليك في الشيخه غير توحشك شويه تمكين بس ايش الموضوع صافي خلاص بس خشيه لا دابا تشيا تقدري تمشي تجي عندك نزورك مره مره فهمتي لا سمعي سمعي دابا ماما ملي عرفات فاش طلعت لها الفيزا دفعات لي وطلعت لي جات عندها غنمشيو في شهر 9 في الاخر ديال الاول 2000 اقسم بالله هي قلت لي غندي شحال في البلاصه بجوج انا كنبغيها لا ما بغاتش ماما دابا اصلا انا خصني نلقاك مبلانش عرفتك صاحبتي راه واعر انا قلت لك قلت لي الا نجحتي قلتي لي الا نجحنا سلمى غادي نديرو بجوج طرافك انا ما كنتش باغا ندير رافه ولكن دابا انا شفتي انك كنتحكم دابا غير سمعي خوله كنت باغا نفعل لي زيكور علاه قبل قلتي سلمى الا نجحتي انتيا نديرو بجوج نرافك قلت لك صافي بغا سمع دابا انا ماشي انا اللي اختاريت هادشي ماشي راجع ليا ماما كنا مقلعات الفيزا شكون سمعتي شحال هادي ماشي دابا انا في شهر جوج على اساس كنا غادي نمشيو في الصيف انا كنت ماشي دابا عطانا شهر شهر واحد العام الجاي وصافي غادي يزيدو لنا هادشي اللي في كورونا ياك ولكن دابا انا ما كنتش ناويه زعما غادي نمشي وغادي نقرا غادي تصيفطنا باش نتا واش قريتي ماما اه
شي واحد باش يستاهل فيه الله، وانا دابا غادي نمشي ونتي صافي صاحبتي قريب
لا فكري ديري اللي بغيتي انا غادي نمشي حتى انا خاصني نشوف نص قبالي هذا الشيء راه ما خصناش نبقاو حنايا صحابات في كل شيء صافي بس كاش كيتقال اختي قبل شي لا كيتقال شحال هذه حنايا صحابات حنايا صحابات ما تفارقوش حنايا صحابات نوصلوا للقمر نبقاو صحابات نضربوا بقنات ولكن دغيا انا خشيت كل قال لك انا صاحبتك كنت ضحكيني كيفاش نبقى صحابات هي صراحه جدا المستقبل ما فيش صحبه الصحبه راه في التليفون ومعزه في القلب والله في التليفون معزه في القلب معزه صافي دابا كنت انا حتى تشغل الشعار ونبعد اه هدي معاك فرحانه بيا حيت غادي نمشي نولس عليك علاش كتضحكي قولي لها الحقيقه فرحانه بيا انت اصلا قلتي لي خبي عليها قالت لي باش الا بغيتي تمشي بعيد وداك الشيء كثر بصح انا كنضحكش وانت انا خبي انا عرفت لا ما تقولي انا ماشي حيت جاتي ماما قالت لي الاول هي دواش معايا انا ما كانت خاوله ما في خبار حتى حاجه باش قالت لي كيفاش دفعتوا الفيزا وبشحال هنا صافي دوينا هي فاش مشات حتى ماما تاكدات وعرفت اصلا بلي تقدر تدفع الفيزا وداك الشيء وقالت لها خاوله صافي انا قلت لها كيف ما انا صافي حتى تسكتي ما تقولي حتى حاجه واخا انا اصلا قلت لكم داك النهار كيما عرفنا شنو كاين كانت كورونا كانت شي حاجه باش نقولوا حنا شي حاجه ونبقاو كنتلاقاو يوميا ما راه ما تقالش على هادشي يعني اذا اللي مخبي هادشي شحال من حاجه شنو ماشي عدوات هادشي تخبى واش حنا الا دابا انت عدوات ما انت صاحبتنا ولكن راه ماشي راه شي حوايج شخصيه ما خصكيش تعرفي كل شيء اصلا شنو مشكل انت قلت لك شي حاجه قلت لك والو صافي المهم اختي راه بغيت نقول لك بلي ما بقى والو داكشي خصنا ندوزو دابا الوقت مع بعضياتنا بزاف لا خصني سير غير باش نقرا واحد الصحابه جداد ندوز معاهم وقت فيران ولا كنت مشيت شي صافي صافي سلام ماما عاد ما خسرتش بسلامه انت خسرتي انت ما خسرتش عليا شي حاجه تخسر عليكم انا ما خسرتش عليا واش بغيتي نخسر عليك حنا دابا قلنا لك وباقي الحال باقي شهر صافي سير باقي شهر 15 يوم سير وفقال باش تجد لك شي حاجة بصح شي حصل لي سبون قريبا وكان هدو في باطا وشان شي هدو عادنا وعادي وما بحالة في طنجة ايه صافي ما يبقاش في الحالة صاحبتي سير صاحبتي انا يا شغل وفتح من فعلي بغت خلية غادي في سلة سبون خلش وكم مات حبيش كنت قلت حالة كسر ما احنا ما قلنا كنت حاجة بعيد انا دابا غنخرج من الحاله هاد الحاله صافي شوف انا شوف دارنا ليك حنا دابا غادي نخرج انا يا صحاتي حالك حنا اصلا الشهر الشهر اللي حزاو شوفي انا ماما مش درنا نخرج درنا نخرجوا مع السته شوفوا تعرفتوا اصلا دابا كدروا هاد الحاله دابا سمعيني دابا غير سمعيني ودابا غادي نسكين دابا هادشي علاش كيعبر هادشي دابا هادشي درتي انت دابا علاش كنتي صاحبتنا ديال السما ولا حزاتك هادشي كيعبر على خلاف اذا شو نتوما سالينا بلا ما ندوش مرض ليا في راسي انا قدر درنا انا غدا هادي صافي انا كنضحك ما كنضحكش ما كنضحكش لا غادي نمشيو نصبحوا حنا نهضروا وانا ساكته الدريه دايره بلا الفراسه وداك الطفل اللي هضره كنت حسيت بحال انا شفتي اختي بسلامه الله يسهل اجي خاوله ما كنضحكش ما عندنا واحد المفاجاه اخرى شوف واحد المفاجاه ايوا بس كدير قولي لينا كي جاك ما كنضحكش تلقوا بعدو مني كاع شعبك شو مش بصيتك من زوينه قولوا لي قلنا لك البرانك بس الله ما بهضره ما والو واش اللي درتي لي احستيني انا غنحسد واش انا غنحسد انا جيت انا حتى تتفاهم معاك سخيتي اش باهيه سخيتي بيا انا فرحت لك صاحبتي سيري وهي ايما خوله حشية وجهها مقرد ديال المغرب جا في الكلام اش تقدري قولي لي كي جاك البرانك بقى فيك الحال بغيت نخرج ولا تعصبتي قلنا الفيلينغز ديالك ولا صاحبتي انت عارفه اني غنمشي ونخليك انا كاع ما نتخلى عليك اصلا انت فاتي ما غاديش تمشي غتبقاي معانا والله الا مشيتي لا فاتي غنمشي دابا بصح انت عارفه فاتي غتمشي لا ما غاديش تمشي حتى العام الجاي بصح يا اختي عرفتي تخلينا بوحدنا هاد لاشي اللي ما نخليوه هاد لاشي غندير دابا ثلاثه باش غنديرو لا انا غاديش ندير لا انا غادي ندير اصلا عام ديال اللغه غادي ودابا قولي لنا واش من قلناها لك واش تصدمتي بقى فيك الحال شنو باش حسيتي ما عرفتش كيفاش ما عرفت كيفاش ما دابا انا ما بقاش ليا الحال ماشي ما بقى فيا الحال حيت انت قلتي غتمشيو بعدا مشيتيش حيت انت كنا دايرين بروغرام كندير بروغرام في السيت شوف قولي دري اندرو اليوم ما تحل طالع ولا كنت على راسي هبط
جاك الفرانك لو قلنا باش حسيتي دي سونتيما حسيتي غتبقاي بوحدك قافك الحال قافي الحال قصخ الناس بشمت حسيت بالغدر حسيت مجاتكش غريبه هادشي لا لا صحابي حيت انا بشيت نبلش الكاميرا محطوطه فهمتي انا هاد الموضوع كنت عارفه صافي عارفه مشيت ما غاديش انا طحي على انا وبرانك ايوا صحبتي حتى انت بصحتك بصحتكم بجوج انتظروني في البرانك الجاي الاسبانيول بلجيكا القصف السريع يلا باي باي ديروا ابوني وديروا جيم باي باي حتى نبدا ما درتش الفيديو مع صحابكم هاد الحاجه بعد ما طالع يلا بيزو كنبغيوكم